مرحب بكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نستعرض النهاردة مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة بين درجة أو درجتين، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى طبعا والوجه البحري، وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان مدن القناة ووسط سيناء. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39، وأقل درجة حرارة في دمياط 28. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.